والله يعني رغم الصعوبات اللي تواجهنا في هذه المهنة هذه لقلة قطع الغيار وقلة اليد العاملة المؤهلة للترميم، ولكن يوم بعد يوم وصعوبة بعد صعوبة ازداد الحب لهذه المهنة، وكل يوم نرفع تحدي ونخرج السيارة نحطها في شوروم إلى وأبحث على سيارة جديدة لإعادة ترميمها بدون النظر إلى الربح ولا أي حاجة، ولكن أصبحت هواية. عمام عبد الله مختص في جمع وإصلاح وترميم السيارات القديمة وإعادة بيعها في مدينة وهران. فكرة إنشاء هذه الشركة كانت بفضل صديق اللي في الولايات المتحدة، صاحب الشركة هو اللي كانت عنده يعني ميولات للسيارات القديمة، وبما أننا نتقاسم نفس الهواية عرض علي أن نفتح المعرض لبيع هذه السيارات وترميمها في مدينة وهران. من هنا بدأت المغامرة. يعني طريقة جمع وترميم هذه السيارة طريقة صعبة جدا، خاصة في الجزائر نواجه صعوبات كبيرة، ولكن بفضل الله وبفضل مساعدة الجميع تمكنا من إعطاء حياة جديدة لعدة سيارات يتجاوز سنها 60 سنة، والحمد لله تبقى موروث ثقافي يستفيد به الأجيال، حتى يعني الأطفال والشباب يعمرهم ما عاشوا هذه السيارات راهم يجوا ويفرحوا ويتقاسموا معنا متعة السيارة القديمة. أول سيارة بدينا بها هي سيارة دياس، كانت ملك لولاية تلمسان، شريناها من عند طبيب في ولاية تلمسان، كان عندها تاريخ يعني كانت على حسب البحث الكامل كانت يعني أقلة الرئيس الراحل هو لبومدين في ولاية تلمسان. ثم السيارة الثانية اللي شريناها هي أقدم سيارة سنة 56 وهي 203، كانت أجمل وأقدم سيارة يعني كانت عندنا في المحل، والحمد لله السيارات كامل يعني اللي هنا في المحل عندهم عندنا من 60 سنة إلى غاية 20 سنة قدامية في هذه السيارات، وكلها سيارات معادة ومرمم بطريقة جيدة والحمد لله. رغم الصعوبات اللي تواجهنا في هذه المهنة هذه لقلة قطع الغيار وقلة اليد العاملة المؤهلة للترميم، ولكن يوم بعد يوم وصعوبة بعد صعوبة ازداد الحب لهذه المهنة، وكل يوم نرفع تحدي ونخرج السيارة نحطها في شوروم إلى وأبحث على سيارة جديدة لإعادة ترميمها بدون النظر إلى الربح ولا أي حاجة، ولكن أصبحت هواية.